إقبال كثيف للأسر المغربية على الشقق المعدة للكراء اليومي بالمدن الساحلية والمناطق السياحية. صارت المنازل المستأجرة خيارا مفضلا لآلاف المغاربة الراغبين في قضاء العطلة خارج مدنهم. في غياب عروض من الفنادق المصنفة تتناسب وميزانية كثير من المغاربة، صارت هذه المنازل رقما أساسيا في معادلة السياحة الداخلية. إقبال كثيف في ظل فراغ قانوني يعرض طرفي العملية لكثير من المتاعب، تفاصيلها الوقوع في عروض وهمية أو تعرض المنازل المكترات للسرقة. في الأونة الأخيرة أصبحت تظهر واحد الظاهرة في تنامي كبير بزاف ديال كراء دور السياحة، وهاد المسألة دي تعتبر بعدها خارجة على الإطار القانوني، لأنها تدخل في واحد العمل اللي هو سري ماشي معلن ماشي قانوني. بطبيعة الحال تتوقع واحد المجموعة ديال الحوايج اللي لا تحمد عقبها، منها السرقة، منها النصب، منها الاحتيال، منها واحد المجموعة ديال الأشياء اللي يعني غير قانونية. مواقع التواصل الاجتماعي مسرح آلاف العروض المغرية للشقق المفروشة المعدة للإيجار اليومي، لكن خلف كثير منها يقف محتالون يستغلون حاجة كثير من الأسر للاستجمام للاستيلاء على دفعات مالية بدعوى تأكيد الحجز، واقع يدعو بحسب المهنيين إلى التسريع بتأطير القطاع قانونيا. بالنسبه للسيد اللي تيكري ما كيعرفش الاشخاص اللي تيكري لهم، وبالنسبه للناس اللي تيكتاريو وما كيكونش عندهم واحد التامين، ما كيكونوش مؤمنين، ما كيكونوش مصرحين. لهذا يجب اجراءات الامور بتقنين هذا الكراء نتاع الشقق والفلل الفاخره. ولكن كاين هناك واحد الفراغ بالنسبه للفنادق، حيت ما كاينش واحد العروض اللي كتلائم العائلات، كيكونوا واحد الغرف اللي باثمان باهظه اللي هي اللي كتدفع الأسر باش تقلب على البدائل. هاد البدائل كيكونوا في هاد الشقق وهاد الفيلات الفاخرة اللي ولات واحد الظاهرة كبيرة اللي خصنا نقننوها الآن، وباش تولي هاد السياحة برقابة من عند الدولة. وتشير دراسات عدة إلى أن إقبال المغاربة على السياحة الداخلية في ارتفاع ملحوظ، ويقع اختيار أزيد من 60% منهم على المنازل المستأجرة.